أهلا بيكم. هنتكلم عن موضوع النهاردة ندلل فيها على عظمة مصر وإزاي مصر مفتوحة للجميع. إحنا علاقتنا بتركيا متوترة للغاية، يعني العلاقة بيننا وبين تركيا لأسباب كتيرة جدا، لأن هم تركيا فتحة أبوابها للإخوان وفتحة أبوابها للإرهابيين وبتدعم معنويا وماديا اللي بيحصل في سيناء من عمليات قتل وإرهاب لمصر من خلال دعمها سواء المالي واللوجستي للإرهابيين في سيناء. لكن لما يكون ساحر مشهور زي عارف شخصية معروفة عارف غفور، ده تركي من أصل إيراني مشهور جدا أنه ساحر عالمي معروف بيهوى تربية الأفاعي يعني دي هواية عندي، زي في ناس عندها هواية صيد السمك، عارف ده الساحر التركي هوايته التعابين، يربي تعابين، يربي أفاعي، يربي أسود، نمور، حياة الغريبة دي هوايات غريبة وشاذة. اكتسب صيته وشعبيته والعالم كله يعرفه من خلال أعماله ومن خلال هوايته الغريبة دي. دخل مرة بيطمن على أفاعي والتعابين اللي هو بيقويها وبيربيها، لا في ثعبان الكوبرا متوفي ميت. فطبعا هو من النوع يعني لما بيموت عنده حاجة وده شيء عادي يعني بيحزن عليه، فما حبش ان هو يرمي الأفعى دي، قال لك لا انا هاخدها وحنطها واخليها من ضمن المقتنيات بتاعتي. وتعرفين الساحر بيبقى انسان يعني في بعض من المس، يعني هتحس انه مش مظبوط، حتى نظرات عينيه لما تبص للساحر ده تحس ان في حاجة مش مظبوطة، سبحان الله يعني، لانه كل اللي بيمشي في الساحر والاعمال والحاجات دي بتبقى انسان في مس شيطاني والعوذ بالله. خد الافعى وهي ميته وقعد يقوم ان هو قال لك لازم عشان احنطها لازم اغسلها الاول وانضفها وبعد كده ابتدي اقوم باجراءات التحنيط بتاعها. ابتدى يغسلها فعلا وابتدى ان هو بيمسح جسمها بعد ما غسلها بالمياه والمواد اللي عنده دي، وهو فجاه سبحان الله فوجئ ان الافعى دي كان في حاله بيات، ممكن نقول عليه بياض شتوي بياض صيفي او بيات. فمره واحده هو بيغسلها وبيمسحها راحت قرصان. دي افعى من النوعيات السامه جدا. طبعا تركيا للاسف يعني مش معروفه عالميا بان هي ليها نشاط في الامصال والحاجات المضاده للثعابين والافاعي، مش زي مصر يعني اللي ليها باع طويله في الحاجات دي. راحوا فورا يعني هما حتى مكان اللدعة اتربطت رابطة قوية جدا لدرجة ان الدم ما كانش واصل لمكان العضة كإجراء احترازي يعني. بعتوا لدول أوروبا بالكامل بأمانة، نعرفين ان تركيا في حلف الناتو وليها باع طويلة في الاتصال بدول أوروبا، كل الاتصالات اللي عملها على فكرة الساحر التركي ده عارف غفور مدير أعماله مصري، مدير أعماله مصري قال له على فكرة مصر معروفة عالميا ان هي ليها باع طويلة في الامصار، قال له نسيب اوروبا ونروح مصر، يعني خد الموضوع بلا مبالاه. وفعلا ساحر مشهور زي كده اتصل بدول اوروبا كلها قالوا له لا دي العضه من النوع ده من الافعى من الافاعي النوع ده بالذات يعني 20 ساعه او 18 ساعه بالضبط وهيتوفى ملوش علاج. يعني الراجل كان ساعاته في الدنيا لدرجه ان مدير اعماله يقول لك ابتدى يكتب وصيه حياته عشان يوسع ممتلكاته ويوسع ثرواته على اولاده وعلى ما يعني واحد براحته بقى. فقال له احنا هنخسر حاجه لما نبعت لمصر. تعرف لما واحد يعني بيقول لك الغرقان ما بيصدق يلاقي اي حاجه يمسكها، فقال له يعني بعتنا لاوروبا كلها وامريكا دول المتقدمه وقالوا ان حياتي بقى فيها عدد معين من الساعات نبعت لمصر، قال له انت مش هنخسر حاجه. بعتوا لمصر، مصر قالت لهم ماشي عالجوا بس ما بعتش الاطباء ولا الامصال بتاعتي عندكم، دي شروط وزارة الصحة وقانون وزارة الصحة ان المصل بتاعي ما يخرجش من عندي هو اللي يجي يتعالج. طبعا واحد قدامه عدد معين من الساعات، يعني دول اوروبا قالوا من 18 ل 20 ساعة وهيموت، ده بعد ما ربطين ايده ربطة لدرجة ان الدم ابتدت الدم ما يوصلش للمنطقة المصاب، يعني كان ممكن بعد كده يحتاج لبتر، عدد ساعات محددة يعني. طب هو ما عندوش اولا لازم ياخد تأشيرة ولازم نفتح عندنا المطار ولازم 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 يعني إجراءات كتيرة جدا عشان يدخل. اضطرت الحكومة التركية تتصل بالحكومة المصرية ان هم هندخلوا بطيارة ويستثنونا من موضوع الجوازات، ده راجل بيموت وساحر عالمي. مصر وهذا بقول بقى عظمة مصر ان هي وافقت انه يدخل الأراضي المصرية في طيارة خاصة وينزل ويتعالج،
وهو حاليا الحمد لله رب العالمين دخل المستشفى، وحاليا بيتكلم وقال ان هو هيعمل سبق صحفي عالمي ويدعو كل وكالات الانباء العالميه ويحضره وهو واقف على رجليه من داخل المستشفى القصر العيني في مصر، ليعلن ان الخارج اوروبا ما يدرسش تعليمي، ومصر اللي علاقتها متوتره وعلاقتها تكاد تكون يعني سيئه للغايه مع تركيا فتحت ابوابها ليا ودخلتني وعالجتني، والحمد لله كتب ربنا الشفاء على يدي الاطباء المصريين. نتعلم من كده ايه؟ ان مصر رغم الظروف الاقتصاديه اللي فيها لكن عندنا تقدم غير عادي وتكنولوجيا غير عاديه، وعندنا اطباء من المهاره انهم يقدروا يتوصلوا لبعض الامصار اللي غير متوفره عالميا. وده ممكن حتى الاطباء العالميين بيقول مصر في الامصار بالذات والمضادات للقوارض سواء كان تعابين او افاعي او 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 مصر متقدمه عالميا، بس احنا للاسف دايما بنبص لمصر نقول لك جامعات مصر في المرتبه الاخيره، مش عارف مصر ايه طرقها في المرتبه الاخيره عالميا. ما بنبصش دايما غير لنص الكوب الفارغ. طب ما نبص ان احنا حصدنا جوائز عالميه، اخرها مسابقه المعاقين، مصر حصل كل الجوائز الذهبيه والميداليات الذهبيه. يعني احنا الحمد لله رب العالمين في مجالات لينا كويسه جدا زي الامصال واللقاحات دي، مصر متقدمه جدا، قدرنا نجيب الدول العالم واوروبا كلها قالت للساحر العالمي ده انت هتموت، مصر قالت له تعالى عندنا واحنا هنعالجك، وفعلا ربنا كتب الشفاء وهيعمل فعلا، هو فعلا وعد ان هو هيعمل دعوه لكل وكالات الانباء العالميه عشان يحضره وهو واقف على رجليه بعد ما ربنا عافاه وشفاه على ايدي الاطباء المصريين بالامصال والعقارات المصريه. مصر برغم اي شيء هتفضل فتحة أبوابها حتى الأعداء. يعني تركيا معروفة إن هي اللي بتمول وهي اللي بتدعم لوجستيا وماديا الإرهابيين في سيناء، وهي اللي واقفة موقف سيء جدا من حكومتنا من رئيسنا، وهي اللي بتدعو دائما للخروج على الشرعية. ورغم كده لما اتصلت بينا وقالت تعالوا شوفوا الساحر وقلنا أهلا به يجي وعالجناه، هي دي مصر، هي دي أم الدنيا، هي دي رغم الظروف ورغم المعوقات الاقتصادية والظروف اللي احنا عايشين فيها، لكن بتفضل هي الأخ الكبير وهي الباب المفتوح حتى للأعداء. احنا بنقول فعلا وجود ساحر كبير تركي زي عارف غفور وجوده في مصر في حد ذاته تدعيم لمصر كحاجة عالمية. يعني لما يحصل مؤتمر صحفي عالمي ويقف ساحر زي ده ويقول الكلمتين دول انه متعالج في مصر، وان مصر الدولة الوحيدة اللي قبلت ان هي تعالج، وانه العالم كله قال انه هيموت ومصر هي اللي قالت له تعالى عالجك، ده في حد ذاته حتى طريق سياحي لمصر كويس قوي. في انتظار المؤتمر الصحفي ده ان شاء الله، وحبينا ناكد بس ان مصر فيها حاجات كويسه جدا. مصر ام الدنيا. شكرا.